السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاني حلقة عن الوينج تشون. هنعرف ايه هو السنتر لاين قبل ما نبدأ في اي حاجة خاصة بالوينج تشون. السنتر لاين هو الخط المركزي في الوينج تشون اللي التقنيات تقدر تقول مبنية عليه، ان تقدر تعمل ديفنس وهجوم في نفس الوقت وتنفذ التقنيات وانت ملتحم مع الخصم في قتال قريب. السنتر لاين ده تقدر تقول هو المفتاح اللي بيشغل التقنيات، لان انت لو بتقاتل من خارج خط السنتر لاين هتلاقي ان التقنيات بتاعتك عديمة الجدوى، هتحس انك يعني ايه هدف قدام الخصم ان هو يسدد لك ضربات، انما وانت في السنتر لاين هتكون محكم الدفاع والهجوم في نفس الوقت. فعشان كده كان لازم تعرف ايه هو السنتر لاين، عشان واحنا في اثناء الكورس لما نتكلم نقول خط المركزي او السنتر لاين تبقى عارف احنا بنتكلم على ايه. فطبعا اثناء تقنيات الدفاع والهجوم والهجوم المتلاحم فلازم كل دوت يكون من خلال السنتر لاين. السنتر لاين ده هو الخط المركزي، الديفنس واللكمات والهجوم واي تقنيه يكون تحركك من خلال خط الوسط، لان دوت هتهاجم من الخصم من المنطلق ده وهتدافع من التقنيات اللي جايه من قبل الخصم. فطبعا السنتر لاين دوت خط المركزي بتاع القتال وتقنيات الوينج تشون كلها مبنيه عليه. فطبعا لازم تتعود اثناء الكورس بتاع الوينج تشون ده ان انت تقاتل من خلال السنتر لاين، تمام؟ فطبعا دي كانت نبذه مختصره سريعه عن ايه هو السنتر لاين قبل ما نبدا في كورس الوينج تشون. فطبعا تقنيات الوينج تشون اثناء الدفاع والهجوم، السنتر لاين بيفيدك في ايه بقى؟ ان انت تقدر تنفذ دفاع وهجوم في نفس الوقت، لان الاسلوب دوت دفاع وهجوم في نفس الوقت، تقدر تنفذ التقنيتين في نفس الوقت. يعني مش هتدافع وبعد كده هتبدا تهاجم، لا هتهاجم وتدافع تقنيتين مع بعض، هتستخدم الحاجتين مع بعض. فلازم يكون من خلال السنتر لاين. يعني لو انت واقف مثلا وحد جه هجمك هجوم وانت دافعت من خارج السنتر لاين، هتكون الجزء في المنتصف دوت هدف للخصم ان هو يسيبك فيه، انما وانت في السنتر لاين خط الوسط كل هجماتك هتبقى طالعه بقوه وكل دفاعاتك وهجومك هيبقى في نفس الوقت ومنتظمين، هتبقى عارف تنسق ما بين الاثنين. انما لو انت بتدافع من بره خط السنتر لاين هتحس ان في ضعف في هجماتك، تحس ان انت هدف الخصم، وانت بتدافع وبتهاجم في هدف، هتبقى هدف امام الخصم. فطبعا دي كانت نبذه مختصره عن السنتر لاين. ان شاء الله من اول حلقه الجايه هنبدا في الوينج تشون، لكن كده احنا خلصنا الحلقه اللي فاتت مقدمه عن الوينج تشون، وديت مقدمه عن ايه هو الخط المركزي السنتر لاين. وطبعا هنبدا ان شاء الله في اول الحلقه الجايه مع التقنيات الاساسيه للوينج تشون، تمام؟ ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتابعونا على الانستجرام، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله مع بدايه كورس الوينج تشون.